الجابون وعاصمتها ليبرفيل في وسط أفريقيا. مساحتها تبلغ 267 ألف كيلو متر مربع، وعدد سكانها 2 مليون نسمة تقريباً. تحيط بها ثلاث دول: الكاميرون، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية. الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلاد، وغالبية سكانها يعتنقون المسيحية. أكبر مدنها بعد العاصمة بورت جنتل وفرانس فيل. يعتبر نهر أوجوي هو الأطول في الجابون، حيث يصل طوله إلى أكثر من 1200 كيلومتر، ويتفرع منه نهر أبانجا. وهناك نهر كامبو المشترك مع الكاميرون وغينيا الاستوائية. الكاكاو والقهوة والسكر وزيت النخيل والمطاط تعتبر من أهم المحاصيل في الجابون، بالإضافة إلى الماشية والأسماك. يعد الجابون بلداً غنياً بالثروات المعدنية، ويأتي النفط في مقدمة هذه الثروات، يليه إنتاج اليورانيوم والمنجنيز، كما يعتبر قطع الأخشاب من الأنشطة الأساسية في البلاد، ويعمل السكان أيضاً في إصلاح السفن والأسمنت. ويبلغ الناتج الإجمالي للجابون حوالي 38 مليار دولار. تشتهر الجابون بالعديد من الأطباق، ومنها الأتانجا، وهي ثمرة يتم سلقها وفردها على الخبز، وتسمى أحياناً زبدة الأدغال، والبروشيت، وهو اللحم المطهو على أسياخ في الهواء الطلق. تحتل حديقة هضبة الوطنية مكانة سياحية كبيرة بفضل ما تشتهر به من أشجار السافانا وأعداد كبيرة من الأفيال والجاموس. أما حديقة إفندو الوطنية فتمتاز بالشلالات وتضم عدداً كبيراً من الشمبانزي والغوريلا بجانب الأفيال. وتمتاز حديقة منكبي الوطنية بكونها موطناً رئيسياً للأفيال الضخمة، إلى جانب الكثير من أنواع الحيوانات الأخرى كالخنازير بالإضافة إلى الطيور. أما حديقة لوانجو فتمتاز بالغابات ذات المناظر الطبيعية الساحرة والمساحة الكبيرة التي تصل إلى أكثر من 100 كيلو متر. إنها أفريقيا، أرض الخير، قلب العالم.